التنس توا من خلال المجهود نتاع الفيدراسيون ومن خلال أونس خاصة ما عادش رياضة نخبوية ولا رياضة الأثرياء. اللي شفته يوم الفينال أنه كل الشعب التونسي وأبرز دليل أونس جابر. أونس جابر اللي ما نسيتش لي راسين نتاعها لهنا زاد نحييها على 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 وقت التتويج. أنا عجبتني اللقطة نتاع دابوس شوباني اللي ما حبتش تهزها بعيدا عن مش حكاية دين وما دين من بالعادات والتقاليد نتاع التوانسة. مرقة اللوبيا. لا رأي ومرقة اللوبيا زاد. أنا عندي رأي آخر. شو ما حليت تكلموا على انجاز كبير ومثلت البلاد وكذا، وانا مش عجبني فيها باقي ضرب تونس وتكلم على المراه التونسيه باقي في الواحد نتاعها. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى قبيله تكلمت على لا كومبليسيتي. فوالا انا حسها كنت مدرب ونعرف. كي نشوفوا احنا الفرق بين الريال، يعني انت تو اعطيتني الكره بين الريال وبين لازم دخلنا الريال. لا 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 معناها في نفس السياق انشيلوتي ما كاينش، يعني كاين الرابع باش ياخذوه ومشاكل ريال وكذا، ولكن كي نجي نقرا على انشيلوتي نلقاه الي لاميدو طول الموند، ناس الكل الاب المثالي بالنسبه للملاعبيه، ويمتاز بحاجه اللي ما عنده حتى انترنور خاطر ما يخاف من حد شيء، عنده ثقه في روحه، اللي هو يشارك الملاعبيه حتى في تركيبه الفريق. واحسن مثال على ذلك ان شو اسمه كروس والاخر شو اسمه كروس ومارسيلو في طرح مانشستر سيتي فهموا مع لونترونور محلاهم شكون مش يدخلوا